عم نفرز لأنه بيئتنا وصحتنا أولوية، عم نفرز لأنه بنرفض إنه الزبالة تكون واجهة بلدنا. هلو إلي، اليوم بتكنولوجي عندك أخبار جديدة هوبفلي؟ يس، غير عن اللي كنتوا عم تحكون. أول خبر بدي أكون عم بلش فيه إنفاكت هو ميزان للحرارة للأولاد. الفكرة من وراهم اليوم، أنت بتعرف الأولاد كتير بتضايقوا وقت بدك تجي تخدموا حرارتهم وبيهزوا كتير، بدك شيء بيهزوا كتير. فحتى بتذكر أنا يعني قبل ما أتخرج من المدرسة، أيام المدرسة يعني، بتذكر كان هيك الفارماسيانية اللي كانت موجودة بالإنفيرميير بالأحرى يعني، مش فارماسيان، بالمدرسة. كان في هيك ميزان الحرارة صغير، كانت حتى لك إياه عجبينك يعني. فالفكرة إنه قد ما فيهم إنه يكونوا عم بيطوروا هالأمور. الديفايس اللي حنكون عم نحضره سوا بهالفيديو هو هيك دغري، أول ما تكون عم تحطه على دينة الولد ألبير رح يكون عم بيعطيك كافة هالمعلومات، بس مش بس رح يكون عم بيعطيكم الحرارة، إنما كمان رح يكون عم بيعطيكم صحة الولد. بعرف غريب الفكرة وقت منقول صحة الولد، بس كيف رح يكون عم يشتغل؟ المبدأ تبعه بسيط. اليوم من بعد ما انتم تكونوا عم تاخذوا هالحراره، هالديفايس هو حيكون موصول على السمارت فون تبعكم من خلال البلوتوث كونكشن، وهالحراره رح تكون عم تتسجل على التليفون. كمان رح تسالكم هالابلكيشن اذا فيكم تدخلوا العوارض الصحيه يلي عم يواجهها الولد، وتصير كل هالمعلومات موجوده. رح تتمكن هالابلكيشن تكون عم تجمع كيفيه هالامور لتقدر تعطيكم المشاكل يلي ممكن يكون عم بيواجهها هذا الولد. اوكي، بروبابيليتي لشو اكثر شيء ممكن يكون سبب ال 100%. الفيديو رح نكون عم نحضره سوا وبيوضح اكثر هيدي الفكره البير مثل ما عم نحكي هلا. فالمبدا من وراها، وخاصه وقت بيكونوا اهل جديد، بتعرف الحاله هون بتصير انه بدق لامه، بدق لامه، على طول بنكون عم نستشير الناس يلي اكبر منها، او حتى كثير اوقات بتتصل بالحكيم يلي بيكون هو كمان عم بيرافق هالطفل من اول هالمراحل. فالمبدا تبعها اذا بدك هيك بسيط، وعم بيجربوا قد ما فيهم انه يسهلوا لنا هالحياه، لتقدر انت انه ابسط الامور اذا كان وقت كثير مؤخر بالليل تقدر تكون عم تاخذ حرارته للولد. تقدر تكون عم تاخذ حرارته للولد، وهون عم نشوف هالديفايس من دون ما يكون عم يتضايق، من دون ما تكون عم تزعجه، حتى هو نايم لتقدر انت تكون عم تطمن عنه. لاحظت هون كمان بيعطيك الانديكيشن، بيعطيك هيك رسمه صغيره عن صحته وعن الحراره. من بعدها كيف كنت عم بقول بتدخلوا كيفية هالعوارض، مثلا في وجع على المعدة، في تشتيت برد، كيفية الأمور يلي عم بيحس فيها هذا الولد. والابليكيشن اوريدي البير مثل عدد كتير كبير من غير الديفايسز يلي بنحكي عنهم على طول، بيكونوا هن عم يبعثوا كيفية هالمعلومات على سيرفر، يعني على محل موجود على الانترنت يلي بتكون كل هالخطوات محطوطة، انه بحال كان في هيك شو بيصير، بحال كان في هيك شو بيصير. والأحلى من هيك انه بتعرف كل فترة والتانية بيقولوا لنا موسم هلا الكل مجرب، مزبوط؟ صحيح. فاليوم كل ما الناس حيكونوا عم يستعملوا أكثر هذا الديفايس، كل ما حيكونوا عم بيقولوا لك دغري إنه هلا في ناس مثلا حواليك، في ناس بهالمنطقة كمان كثير عم بيواجهوا من هذا المرض، فحيكونوا عم بيوعوك أكثر بطريقة علمية، مش بس إنه ليك ولا هلا إيه إنه it's the season يعني، الموسم تبع الكل مجرب، الكل مرشح، الكل. فهيدا هو الكونسبت البسيط من وراها، ومثل ما انتبهت يعني جربوا يبسطوا فيه قد ما فيهم. ما في مثل يعني اهل عتلانين هم على ولدهم الصغن بدون يتلفون للحكيم كذا مره، فبركي هالشيء بيساعدهم ياخذوا فكره شوي اوسع قبل ما يطولوا بالهم، يعني يستوعبوا شوي شو عم بيصير حواليهم، وين نحن من ناحيه الحراره ومن ناحيه اذا في خطر او لا، تا يعني يتفاعلوا برواق بالوقت اللازم، مش كثير بكير ومش اكيد كثير مؤخر. Very true. فهذا هو المبدا اذا هيك، اذا بدك ليبسط لنا حياتنا، يساعدنا اكثر قبل ما نكون عم ناخذ نكون عم نتصل بالحكيم يعني. عظيم. ثاني ايتم؟ يس. ثاني ايتم اللي كنا عم نحكي عنه اليوم بحياتنا اليوميه وحياتنا العمليه كمان، عدد كثير كبير وقت بفكر بده يجيب كلب على البيت بيقول اوكي، يا اما بسينه يا اما تكون عم تزعل، انا بفضل الكلب. يا اما في كل شيء بالبيت ما بدها تنام. فعطول بفكر شغله انه مين بده يكون قاعد مع هالحيوان الاليف بالبيت؟ مين بده يسليه؟ يا اما مين بده يكون انه موجود معه بالبيت؟ لا بتعرف انه اخر شيء الكلب بيصير او البسينه بيصير انه خلص بيدوج.
فالفكره اليوم من هذا الديفايس بدي اكون عم بحكيكم عنه بيسمح لكم تكونوا عم تتواصلوا معه عن بعد بدايه, بيسمح لكم تكونوا مراجلجين تايمر امتى بدكم تعطوه تريت, يعني امتى بدكم تعطوه هول القصص يلي انه هيك. وعاده وقت الكلب عم بعطي اكزامبل كلب لان اهين لي يعني, فعاده وقت بيعمل شيء منيح بتعطوه ريورد, بتعطوه حيالة شيء انتم بتعودوه عليه وقت بتكونوا عم تمرنوه خاصه بالبدايه. فبهالفيديو رح تبين الصوره بعد اكثر, حتى انه فيك تحضر فيديو يعني فيه هو يشوفك وانت تشوفه من خلال هالديفايس البسيط اللي رح نشوف المنظر تبعه بعد شوي. يلي الفكره من وراه انه يسمح للبيت اونرز انه يكونوا عم يتواصلوا كمان مع هالحيوانات الاليفه بطريقه بسيطه, ويكونوا كمان عم بيقدروا انه يطمنوا عليهم بحال كانوا بعد. لكن بدل ما تختفي كل نهار عنه بوقت شغل مثلا او ويكند, بضل فيك تطلع عليه وكمان الحلو البير انه فيك تعمل تايم, يعني فيك تبرمج العاب معينه على اوقات معينه, يعني مثلا في تكون قصص مرتبطه بالأضوية لتسلي لهيدا الكلب كمان شوي. بس ما بيشوفنا الكلب, نحن عم نشوفه, انت بتشوفه. هيديك في لها غير اكستنشن يعني كبرودكت ابديت لها, فيك تصير حاطط له انه سافاج حتحط له تيلي يعني هلو إنو شو اخبارك, انه عم نجيب له سيستم طويل عريض هلا وقفت على التلفزيون يعني تعرف عسيره هالخبريه. اخر مره وقت كنت مسافر التقيت بجروب يعني بالمطار, كنا كلنا رايحين يعني هن عايشين بدبي, وكان كل الحديث بيناتهم عم بيشوفوا مين في ياخذ كلب الثاني بالفتره اللي بيكونوا مسافرين فيها. حرام وساعد بهالفتره يعني كان موسم الكلب بيكون مفرس ومسافر, فما كان عم يلاقي محل للكلب لان مكلف كثير. ان فاكت كمان وقت بدك تحطه بشلتر يا اما عند ناس يتمثل. وهذا الجادجت مش للفترات الطويله يعني, هذا الجادجت لتمشي حالك كل يوم داي تو داي اوبريشنز. اخر ايتم بنكون عم نحكي عنه هو خبر طلع امبارحه يعني هلا بعدهم عم يتداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي, اللي هي الساعه الجديده من موتورولا. هذيك السنه اول ما اطلعوا هالموتو 360 شكلت ثوره بعالم السمارت واتشز. اليوم ابل صارت ساعتهم كمان موجوده بالاسواق, انما موتو 360 فينا نقول انه كانت واحده من انجح الساعات المرتبطه بالاندرويد واتشز. عم نشوف هون تاني فيرجن لها. شو اختلف بيناتها؟ اختلف انه صار في عدد مختلف من الساعات. عم نحكي هون عن البرمه تبعها والحجم, يعني صار في حتى هالسايز اللي يمكن بيتمشى اكثر مع حجم الايد للبنات من الرجال بس, يعني غير ما تكون ستاندردايزد تكون البرمه كثير سميكه وقت البنت يمكن ما حدا بيرتاح تلبسها. كمان تطور فيها هي انه صار كل هالساعه اللي عم تشوفوها فيكم انتم تكونوا عم تشخصوها مثل ما انتم بدكم, يعني مش بس الستراب تبعها, مش بس هالجلده يلي موجوده فيها, لا كل الالوان يلي عم تشوفوها ان كان لون الحديد الموجود على الاطراف كل شيء يعني هلا الابر تبع الساعه اللي عم نشوفهم هي سكرين, مش هيدي سكرين, هيدي سكرين هي بعدها ديجيتال واتش ماشي على اندرويد. طوروا الاوبريتنج سيستم, عفوا طوروا القصص الموجوده بالداخل يعني لتصير اسرع, اللي هن البروسيسور. اشتغلوا على البطارية, يعني صار في عنا حجمين هون للبطارية, عنا 300 mAh اللي هي قوة البطارية, والثانية هي 400. إذا بدنا نشيل الأرقام نحكي بالحياة العملية يعني واحدة منهم مفروض تكون عم تضاينكم يومين يلي هي الساعة الكبيرة, والساعة الأصغر كمان مفروض تكون عم تضاينكم نفس الفترة مع أنه البطارية هي بتكون فيها أصغر, بس كمان حجم الشاشة تبعها حيتطلب ويستهلك قوة أقل فكمان بتكون أصغر. فهالساعة الجديدة هون عم نشوف كيف فيك تغير الجلد بطريقة كتير سهلة يعني. فهالساعة الجديدة من موتورولا اليوم الكل عم بيحكي عنها, سعرها ببلش ب 300 دولار. بينافس شوي الساعات الموجوده, بينافس ساعه ابل ما رخيصه كسمارت واتش. اليوم صار فيك تشتري سمارت واتش ب 100 و 150 دولار يعني وتحصل على نفس الاكسبيرينس. بس موتو 360 الناس اللي جربوها بالاول كلهم كانوا مبسوطين منها وبعدهم لهلا بيستعملوها وبيلبسوها يعني. فكيف حتكون ثاني فيرجن لازم نجربها. بيوتيفول, ثانك يو فيري ماتش الي. اني تايم بعد البريك نحن بنرجع بنلاقيكم مع امين وجيت فيت.